نروح لتقرير هذا التقرير حول افتتاح أول ملعب كروس فيت بالمجان. كروس فيت ده طلع موضة قوي. طيب للشباب اسكندرية فين؟ بالجزيرة الوسطى لطريق كورنيش البحر عند منطقة سبورتنج. ده بهدف تشجيع الشبان وتحفيزهم يبدأوا يتدربوا ويلعبوا رياضة في الهواء الطلق، وحاجة عظمة العظمة، شيء بيبقى لطيف ورائع ويخلي الشبان يطلعوا الطاقة بتاعتهم في الرياضة. حلو. طيب خلونا بعد هذا التقرير، ويا رب يا رب نمدلنا 10 دقائق كمان، عندنا بقى فقرة مهمة جدا على المكاسب بتاعة مصر وإفريقيا من بعد انتهاء وقائع قمة الإفريقية الأمريكية بواشنطن. يا ترى هل ترى مكاسبنا إيه؟ أنا هدور على المكاسب. ضفنا العزيز كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ جمال رائف، نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر. استنونا بعد إذنكم. الفكرة تعتمد على ان الهدف منها ان احنا نقدم رياضيات كروس فيست، يمكن عشرات الالعاب موجودة في هذا الملعب. الحقيقة العاب رائعة وكلها بتقدم لشباب اسكندرية بالمجان. الحقيقة طبعا انا شايف يمكن من خلال يوم الافتتاح، كان تم الافتتاح مع عقاد المنطقة الشمالية يوم 25/11، حتى الان الملعب يمكن مشغول يكاد ال 24 ساعة. احنا حاطين فيه فرض للحراسة وفي فرض للامن والادارة عشان نحافظ على الملعب الجميل ده. هو الفكرة كلها احنا عبارة عن مجموعة من الشباب هنا في اسكندرية، جت في دماغنا الفكرة ان احنا حابين نعمل حاجة زي طبعا اللي حضرتك شايفاه ده، وتبقى متنفس للشباب في اسكندريه، وحاجه تدعم الرياضه ونشجع غيرنا ان هو يعمل زينا. عرضنا الفكره على محافظه اسكندريه وقياده المنطقه الشماليه العسكريه، هم رحبوا جدا بالفكره وطلبوا مننا ان احنا نختار اماكن تصلح للفكره دي. بالفعل نزلنا، وكان طبعا التوجه ان الاماكن تبقى على الكورنيش اكتر عشان تدي برضو روح اسكندريه، لان اسكندريه روحها كله الكورنيش زي ما حضرتك عارف. الحمد لله احنا كرمنا كل الرياضيين اللي كانوا في اسكندريه، ولسه كان عندنا تكريم هنا في المكان لكابتن سمر حمزه، لسه مكرمينها اول امبارح كافضل رياضيه على مستوى اسكندريه، وهي بطله عالم ما شاء الله، يعني من الناس اللي رفعت علم مصر. المكان ده هو اتعمل في حب اسكندريه وفي حب شباب اسكندريه. احنا مجرد اللي احنا بندعم الشباب، نقول لهم لو سمحتوا تعالوا اتمرنوا في منطقه سبورتنج. المكان دوت معمول بالمجان نهائي من قبل المحافظه ومن قبل المنطقه الشماليه العسكريه. طبعا جينا افتتحنا المكان ده والطفره حاجه عالميه على ارض مصر، حاجه محترمه قوي في مدينه اسكندريه. نتمنى ان الشباب كلها تقدر تيجي كل يوم جمعه، كل الوقت الفراغ يقدر يقضيه في المكان ده ان هو يمارس الرياضه. موجود النهارده كمتطوع، تمام. احنا هنا بنيجي كل جمعه من الساعه 3-5 بنبدا ندرب الشباب كتطوع مننا. المكان مجاني، تمام، ودي حاجه خدمه كويسه جدا لاهل اسكندريه. وحاليا بسم الله ما شاء الله، يعني الشباب كتير جدا متجه اتجاه كويس للرياضه بشكل عام، ونتمنى الفتره الجايه يبقى المكان ده يتكرر في اماكن كتير موجوده في اسكندريه عشان نشجع الشباب للاتجاه للرياضة في الوقت اللي احنا فيه ده. احنا متطوعين بنيجي ندرب الناس بمجان من 3-5 كل يوم جمعة، فبس احنا شفنا الشباب بتتجه اتجاهات مش كويسة، فكتر خير المسؤولين يعني فتحوا مكان زي ده. مجان فكرة جميلة جدا، الناس بتيجي بتتبسط، مفيش اي حاجة مادية مثلا حد بيدفع حاجة، واحنا تطوعا منا بندرب الناس هنا بالمجان. فكرة الجيم هنا كويسة جدا واول مرة وتبقى بالمجان، تمام. يعني مثلا مخلص شغلي كده عدي اخد تمرينه سريعه، يعني حاجه كويسه جدا. في عقله وفي متوازي وحاجات كتير، وده نوبل دي اول مره تبقى موجوده يعني عامه، ففكره حلوه ويعني بتحمس الشباب ان هي تنزل وتتمرن بدل ما تكسل.